نستعين بالله عز وجل ونأخذ أخونا بشار أيمن جراح فينه؟ فين سيد أيمن؟ حضرتك يلا ويستعجلونك بالسيئة لما لما نقرا بالدور هكذا اول واحد يستعيذ جهرا والثاني والثالث والرابع لما يصل الدور اليك استعذ سرا واقرا حتى لا تنقطع التلاوه هكذا نبه العلماء تفضل اعوذ بالله ابني. ابني. لا ابني لا تقول اعوذ لا تقول اعوذ وانتبهوا جميعا ايها الاخوه الكرام اللغه العربيه فيها شيء اسمه الحركات شو اسمه الحركات شو هي يعني الحركات الفتحه والضمه والكسره لها زمن لها ايه ان زاد تحولت الفتحه الى الف او شبه الف والضمه الى واو او شبه واو والكسره الى ياء او شبه ياء فلا تمط الحركات اعوذ بالله على طول يلا تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هذه الآية الكريمة علماؤنا وضعوا علامة وقف على إنما أنت منذر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر يا رسول الله ثم قال الله ولكل قوم هاد يهديهم هذا قبل الإسلام هذا قبل الإسلام. أما ببعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك نبوة أبدا، انقطع هذا الأمر تماما. ولكن رسول الله وخاتم وأنا خاتم لا نبي بعدي، قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، انتبهت كيف؟ فلك أن تقول إنما أنت منذر، ثم تقف ثم تبدأ وتقول ولكل قوم هاد وأعود فأقول هذا قبل الإسلام. ولك أن تقول إنما أنت يا رسول الله منذر ولكل قوم هاد يعني وأنت هاد لمين لكل الأقوام منظر إلى جلستنا هذه ما أجملها تجد فيها من كل الأقوام من كل شعوب الأرض في جلستنا هذه في هذا المسجد المبارك هذه نعمة الإيمان اللهم لك الحمد والشكر لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بإيه إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشت هكذا ديننا أيها الإخوة انتبهنا كيف؟ فاذا لذلك علماءنا كتبوا صله، عرفتوا شو معنات صله؟ يعني يجوز الوقف والوصل اولى. يجوز الوقف والوصل اولى. انما انت منذر ولكل قوم هاد فانت يا رسول الله بابي وامي هاد لمين؟ لكل الاقوام. يعني ان وقف احدنا فليس علي ليس لاخيه ان يعيب عليه وان وصل فليس لاخيه ان يعيب عليه. انتبهنا؟ لكن يعني ان كونه صله شو قال والوصل اولى انتبهتوا كيف نعم كمل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال بارك الله فيك اخونا براء الجراح سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله اكبر. عرفتوا شو معنى سواء؟ يعني بالنسبه للمولى الجليل سبحانه وتعالى ان حكيت بتمك وان حكيت بقلبك نفس الشيء. سواء. عرفتوا؟ نحن بالنسبه لنا إذا أنا تكلمت بفمي سمعتموني وتكلمت بقلبي ما بسمعوني ليس كذلك لكن المولى الجليل سبحانه وتعالى بالنسبة له إيه سواء منكم من أسر القول اللي في قلبه يعني ومن جهر به وإيش كمان ومن هو مستخف بالليل عم يشتغل بالظلام لوحده وسارب بالنهار نفس الشيء المولى الجليل ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى نعم له له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريد ايها الاخوه وال اصلها والي ولمره معنا المتعال شو اصلها المتعالي لكن العرب كانوا احيانا يجتزئون بحذف حرف العله من اخر الكلمه لوضوح المعنى. لوضوح المعنى يحذفون الحرف وعلى لغتهم نزل القران، القران نزل بلغه العرب الذين كانوا احياء في زمن النبوه، فهذا من لغتهم. يحذفون بعض حروف العله الموقوف عليها لوضوح المعنى، يقول احدهم يا قوم وشو قصده؟ يا قومي، انتبهنا كيف؟ المتعال يعني ايه؟ متعالي نعم. هو الذي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بارك الله بك علي علي شير له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يس ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بعد المايك شوية يعني قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم شو أعراب الله قل من رب السماوات والأرض قل الله مين بيقول لي شو أعراب الله إما مبتدأ خبره محذوف الله رب السماوات والأرض أو هو الله خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو الله قل من رب السماوات والأرض قل هو الله وضح قل أفاتخذتم قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نفعا, نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بارك الله بك. فيصل محمود أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلُهُ كذلكَ يضربُ اللهُ الحقَّ والباطلِ. الحقَّ بين الحاء. كذلكَ يضربُ اللهُ الحقَّ والباطلِ. أخري أخري ما تقول الحقَّ هاء حاء قل مثلي قل مثلي حاء حاء أيوه الحقَّ كذلكَ يضربُ اللهُ الحقَّ والباطلِ. قول القديمة، قول القديمة. قول (كذلك يضرب الله الحق والباطل). قول الجديدة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني يضرب مثال الحق ومثال الباطل مو يضرب الحق نفسه تمام يضرب الله الحق والباطل يعني مثال الحق ومثال الباطل هذا يفهم من السياق في اخر الايه قال كذلك يضرب الله الايه الامثال وضح ايها الاخوان كمل للذين استجابوا لربهم الحسنى لربهم والأعد. للذين, للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم بين بين الحاء عندك ضعف أنت بحرف الحاء ها حي أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد بارك الله بك افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بارك الله فيك عبد الله شاكر. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون. يا, يا أخي أنت اسمك عبد الله. قبل ما تبدا اي مقطع قراني املا صدرك بالهواء حتى تخف الوقوفات التقطيع هذا يذهب المعنى خذ نفس جلس ظهرك جلس ظهرك ايوه خذ نفس واقرا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء الرز، الرزق, لا تقل الرزق شوف الفرق رز الرزق الرزق حرف كأنه سين أه؟ الرز أز زو زي أه؟ والزيتون زلزلت الأرض زلزالها عزيز عليه ما عنتم. تبهتوا نعم. الله يبسط الرزق لمن لا ما زال ما زال لا تقل الرزق قل بث يا ولدي أز قول قرب المايك أز أز اضغط أز 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 الرز أز. أز. الرز الرز الرزق الرز الرزق. الرزق يلا اللهم الله يبسط الرزق يبسط رقق السين يبسط لا تقول يبصو نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا. الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۖ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلوبهم ب وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عبد الحكيم الددو. فينا أنت. اين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت أمة قا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو ان قرانا ولو ان سيرت به الجبال. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا لو أيها الإخوة، لو في اللغة العربية إعرابها شو؟ حرف امتناع لامتناع يعني إذا بدها جواب لو كذا كذا تبهنا كيف لو أن قرآنا يعني لو أن كلاما يقرأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى إيه؟ قال العلماء لكان هذا القرآن يعني لو أن كلاما تفعل به هذه الأفعال تسير به الجبال من مكان لمكان أو إيه؟ يكلم به الموتى أو تقطع به لكان هذا القرآن ثم قال بل لله الأمر جميعا بل أيضا هذه شو اسمها أداة إيش الضرب تلغي ما قبلها وتثبت ما بعدها بل لله الأمر جميعا هذا يدل على عظمة القرآن العظيم إذا جواب لو هنا إيه محذوف شو تقديره لكان هذا القرآن لو أن قرآنا سي يعني لو أن كلاما يقرأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن وضح قل بل لله بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى أن لو يشاء يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۗ إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله بك، محمد ياسر حمزة يلا ولقد استهزأ برسل استهزئ يا ابني ولقد ابني استهزأ للمجهول لا تسرع ولقد استهزئ استهزئ برسل من قبلك فأمليت لله فأمليت أنا، أمليت أنا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم أخذتهم أنا كمان أخذتهم فكيف كان, فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس أفمن هو قائم على أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل طبعا هذه محذوف جوابها أيها الإخوة افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك؟ انتبهتوا كيف؟ يعني مين اللي مين قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله جل جلاله، ها؟ كمن, كمن لا يستطيع على, على, على هذا، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك؟ انتبهتوا كيف؟ احيانا يعني يحذف تتمه الكلام اعتمادا على فهم فهم المتكلم او يعني لوضوح المساله انتبهتوا كيف قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم شو قالوا هني قالوا سحر قال اتقولون للحق لما جاءكم ولم يذكر قولهم ثم هو قال اسحر هذا مهم قالوا أسحر هذا اللي قال أسحر هذا موسى تبهنا كيف أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمل وجعلوا وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا مكرهم مكرهم وصدوا 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 عن السبيل ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق طيب انت بانه صف تاسع صف تاسع طيب ليش هيك تعبان قرايتها آه بدك تعمل ما يلي الان ما شاء الله صارت التسجيلات منتشره جدا بكل جوال في والنت موجود فافتح على القارئ اللي انت بترتاح له ايا كان عرفت حبيبي وافتح المصحف وهو يقرا وانت اصبعك وين عم تتبع بدك تكثر من السماع فهمت حبيبي وعينك وين؟ على الكلمه اللي عم يقراها القارئ، لا تكتفي بالسماع بدون النظر أه؟ وحاول بعد او بالاول هو يقرا وانت عينك عم تتبع، بعدين حاول انك انت شو تعمل؟ أه تبدا تقرا معه فهمت علي؟ حتى ينطلق لسانك والا بدك شغل كثير حبيبي. طيب بقراءه محمد ياسر حمزه نكتفي اليوم بهذا القدر وغدا ان شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب نبدأ من قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون مثل مبتدأ فكرونا وين الخبر معكم من هلأ بكرة يلا وصلى الله على سيدنا محمد